ورجعنا لحضراتكم تاني برنامج أمنية مصرية عشان نتكلم عن قضية، مشكلة، أزمة، أو كل المسميات دي اللي بتشغل بال الأسرة المصرية خاصة في الأقاليم. هنلاقي مخالفة البناء على الأراضي الزراعية. أنا شخصيا ما بعتبرهاش مخالفة، بعتبرها جريمة. هيقولولي هي حرام عليكي، الناس كل اللي عايزاه اوضتين وصاله يسكنوا فيهم. هرد واقول ده حقه طبعا، لكن لما نهدر الرقعه الزراعيه اللي عايشين عليها وتبني حضرتك عليها الاوضتين والصاله دون تنظيم وبعشوائيه ودون تخطيط، يبقى هنا عندنا مشكله. احنا عارفين ان احنا دوله زراعيه، الدوله بتسعى جاهده في مشروع 1.5 مليون فدان لتعويض الفقد اللي حصل بعد هوجة الاعتداء على الرقعة الزراعية في ظل الانفلات اللي واجهته مصر بعد 25 يناير. وحطينا قدام أمر واقع، عمارات اتبنت بالمخالفة للقانون في المدن، وعمارات اتبنت في أراضي زراعية تم الاعتداء عليها بين يوم وليلة زي ما بيقولوا. مجلس النواب بيعد مشاريع عشان حاجتين، الأولى هي حماية الأرض الزراعية، والتانية اللي لازم برضو مجلس النواب والدولة والجهات التنفيذية أكيد عارفينها، إن من حق المواطن سكن يعيش فيه، وده حقه الدستوري ومحدش قال فيه أي حاجة، بس من غير ما يجي على حق الدولة. احنا معانا في الفقرة النائب الدكتور إسماعيل نصر، عضو لجنة الإسكان في مجلس الشعب. هنتكلم معاه عن كل اللي قلناه ده، وأكيد برضو هنجيب سيرة الضريبة العقارية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. حضرتك في مشروع قانون منع التصالح على مخالفة البناء على الأراضي الزراعية. لما المشروع ده، هل كلمة منع التصالح معناها إن هيتم بهدم كل المخالفات؟ طبعا، بس قبل ما ارد على السؤال مباشره، عايز اكد ان الوضع وصل نتيجه الهوجه اللي انت اتكلمت عليها الى ان الرقعه الزراعيه المصريه وصل حد الاعتداء عليها الى بنسميها الكريتيكال بوينت، او يعني نقطة حرجة. ما اقدرش اسمح بسنتيمتر واحد يضيع من الارض الزراعيه تاني. كفايه الاضاءة. الكلام دوت مش كلام طرف، ولكن ده كلام مصلحه بلد وامن قومي وشعب. المفروض الارض الزراعيه ده جزء من حياته زيه زي اي حاجه تانية. الشعب لا يستطيع ان يعني يتنازل عنها او لا يستخدم. ايوه، عشان كده احنا لما قلنا نفكر نعمل مشروع يمنع احد مواده، بيمنع التصالح على مخالفات البناء على الارض الزراعيه، لان فعلا اعتقد احنا ممثلي الشعب، واحنا في زي ما قلتي ان في ناس حصل حضرتك تعني منع التصالح يعني من الآن وصاعدا طبعا، لكن ما بتعنيش منع التصالح في اللي تم بناءه بالفعل. لا، اللي تم بناءه بالفعل برضك لو كان تم، انا ملتزم مع الراجل. انت قلتي ايه، ده اوضه وصاله ولا اوضتين وصاله عشان انا وابني معايا او بنتي يبقى فيها؟ اعتقد ان دي لن تكون يعني مشكلة دي سهل حلها. لكن طلع لكن اللي بقى لي ابراج داخل الاراضي الزراعيه، هتخش المرافق ليها ازاي؟ كيف سندخل هذه المرافق للعمارات؟ هنرجع زي زمان ونشتغل بالطريقه اللي مر عليها اكتر من 100 سنه؟ ما ينفعش. نمره 2، احنا القصه ليست فيها نوع من الظلم الاحد. اللي مظلوم في القصة دي الشعب المصري نفسه، لأن أنا لما أستقطع جزء من قوته، من احتياجاته، من حاجات ضرورية أساسية لأي سبب من الأسباب، غير مقبول. عشان كده احنا لما بنقول التصالح له شروط، ده بالنسبة للقديم.
أيوة. ولكن الجديد من وقتنا ومن اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي لن يسمح. وعلى فكره طب معنى انه لن يسمح انا إيه بس عايز اضيف حته مهمه. اتفضل يا فندم. اتفضل. على فكره الناس اللي يعني في ناس بقى احنا عندنا ممكن نتحايل على كل حاجه. تم عمل تصوير جوي وخرائط كامله بما هو قائم فعليا، عشان اللي عايز بقى يقول لك ايه على ما يطلع القانون ابني اوضه ولا ابني ده، الكلام ده لن يسمح به، لان خلاص التصوير الجوي رفع الواقع على ارض الطبيعه. اذا كانت هناك مباني غرفه وصاله او غرفتين وصاله، انا اعتقد اني وما تكونش متعارضه مثلا مع مشاريع قائمه مع حاجات اخرى، يبقى اللي هو سكن الفلاح هيسمح للفلاح الغلبان يعني. لكن الراجل اللي بنى عشان يعمل برج على ارض زراعيه، انا بعتبر انه ارتكب جريمه بمعنى بكل مكونات وعناصر الجريمه. طب اللي بنى بقى برج على الارض الزراعيه، حضرتك اشرت دلوقتي كيف سيصل اليه المرافق. طبعا. طيب هتعملوا فيه ايه بقى؟ ما هو ده قبل القانون، هنعمل ايه في اللي فات بقى؟ انا شوفي، مش ممكن اسمح بتوصيل. كيف حصرف انا عشان اوصل لبرج اتعمل على ارض زراعيه حواليه عشرات الافدنه يعني مزروعة. هيفضل قاعد جنبه كده، يا اما يشتغل بالطريقه البلدي بتاعت زمان. طبعا ولا يمكن هيقبل. وانا اعتقد ان قرار الازاله هيبقى وجوبي، زي النهارده لو واحد بنى بره خط التنظيم. خلينا نشرحها. اي اتفضل. انا بسمح له يبني بره خط التنظيم؟ لا. طبعا. لازم يزال المنشأ حتى لو 20 دور طالما بره خط التنظيم غير مسموح. انا بقى خط التنظيم بتاعي للارض الزراعيه وما يبنيش عليها نهائيا، لكن هناك مقننات واوضاع بتسمح. طبعا. للفلاح يبقى عنده غرفه اثنين، بيته اللي هيعيش فيه، ما اقدرش اقول ان ده شيء مخالف. لكن المبدأ العام أنه لا تساهل ولا تسامح في استقطاع أو مخالفة ببناء على سنتيمتر واحد من أرض زراعية. وبحذر أن حاليا تم عمل تصوير جوي شامل بيوضح الوضع الحالي، يعني اللي هيجي يبني سنتيمتر آخر مش هيقدر ينفي بقى، لأن في صور مؤكدة بتبين المكان ده ما كانش فيه مباني. ده هيبقى الإزالة وجوبية ولا تصالح فيه. طيب الجزء يا فندم بتاع ان طبعا من حق الفلاح ان يكون له بيت يسكن فيه هو وأسرته وأولاده. طب هل البيت ده له مساحات ولا هيترك للتقدير النسبي؟ لا، القانون السابق في بيوضح مساحات، اعتقد ان هي نسبة من يعني المساحة الكلية للأرض. طبعا يعني في مساحات معتمدة حتى لا تترك للتلاعب. طبعا بين لو رحت أوروبا، لو رحت حتى أوروبا هتلاقي الأراضي الزراعية بيبقى فيها بيت ريفي للراجل اللي بيشتغل أو الناس اللي بتشتغل في هذا المكان، ما فيهاش أي مشكلة، لأن دي لو حسبنا مساحة بيت 120 متر مسطح ليس بالمساحات الكبيرة ولا الواسعة ولا 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 يعني لا يسبب مشكلة. وإن طبعا لظروف حياتنا احنا في مصر لسه عايزين هناخد وقت على ما نطور حياة الفلاح، لأنه ده عصب الحياة في مصر، الفلاح ويجب أن يأخذ حقه زي ما انت قلتي. ويبقى طب نحل المشكلة ازاي؟ هو ده دور الدولة، هو ده دور التخطيط، هو ده دور الإسكان، هو ده دور المحليات، ان احنا ازاي نحل المعضلة ان انا عندي ابني كبر اللي كنت بربيه وهو صغير، كبر وتخرج وعايز يبقى ليه اسرة. هو ده بقى التخطيط الجديد. وعشان كده انا سعيد جدا عندما سمعت اعلنت وزارة الاسكان. أيوة. انتهاءها من المخطط الاستراتيجي 2050 او 52. أيوة. ليه بقى؟ المخطط الاستراتيجي هو ده اللي من خلاله هحط الأحوزة العمرانية. هو ده اللي من خلاله هقدر أدي بلان للتوسعات العمرانية. هو ده اللي هقدر من خلاله أربط شبكات الطرق اللي كلنا بنفخر، كلنا كل الشعب المصري يجب أن يفخر اللي تحقق في هذا المجال إعجاز بكل صور الإعجاز، و يعني شيء كلنا نحس بقيمته
في السنين الجاية، لأن المبالغ اللي صرفت عشان أعمل محاور طولية بطول مصر وعرضها ودائرية، الكلام دوت بالأعمال الإنشائية اللي عليه من كباري وتقاطعات و و و الكلام ده يا جماعة يعني مش عايز أقول طفرة اقتصادية ضخمة. فعشان كده أنا بقول أني لن نسمح للعشوائيات بقى أن تدخل حياتنا مرة أخرى. لن نسمح أن الشيء اللي المفروض يتعمل بتخطيط، احنا عملنا ورتبنا، يبقى بندعو كل أهلنا وناسنا، شعب المصري شعب محب لبلده، يكفي أنه تحمل ما لا يتحمله أحد عشان تنجح العملية الاقتصادية، إيمانا أن اللي جاي أفضل وأحسن. برضك بنقول له تعاون، حافظ على رقعة بلدك الزراعية. اللي بيحاول الاعتداء بقى بالطرق الغير سوية يجب أن يحاسب ويعاقب. لذلك في مواد في القانون الجديد هتغلظ العقوبة، تصل إلى سنوات كثيرة كبيرة من الحبس أو السجن. ليه؟ عشان أنا أمام قضية أمن قوم البلد طبعا. أمام قضية التفريط فيها بفرط في حق كل طفل وكل رجل وكل امرأة مصرية. طيب هل يا فندم في المشروع اللي حضرتك أشرت إليه، هل معنى كده إن يعني بجانب الأراضي الزراعية الواسعة هيكون في تخطيط لبناء مساكن متوسطة لأبناء الفلاحين؟ طبعا. علشان ما هو برضه هم عايزين حل. كلامك مظبوط. أولا أنا بأيد فكرة إن إحنا لما نيجي نعمل تخطيط لمدن جديدة أو مناطق عمرانية جديدة، يجب أن أضع في الاعتبار إن ما لا يقل عن 25% من هذه التجمعات أو المجتمعات أو المدن يخصص للمتوسط والأقل متوسط والفقير بطريقة حتى الإيجار التمليكي، حتى بالإيجار فقط لا غير. وإحنا على فكرة طالبنا وزارة الإسكان ومعالي وزير الإسكان اللي هو أصبح رئيس الوزراء وافق على إن مشروع الإسكان الاجتماعي يخصص منه جزء لا يقل عن 25% للتخصيص بنظام الإيجار. لأن أنا الراجل الفلاح اللي لا يملك انه يجمع 30,000 ولا 35,000، أيوة. انا بقول له ارجوك انضبط وما تبنيش، واحنا هنحل مشكلة ابنك او بنتك بان احنا نعمل. هو ده بقى التخطيط، حل البديل، البديل. ولابد ان احنا فعلا، هي المشكلة بس في المحافظات اللي ملهاش ظهير صحراوي دلوقتي. مع وده بقى ميزة، في ناس كتير ما كانتش فاهمة ان تركيز السيد الرئيس على أن يتم الانتهاء من الشبكة القومية للطرق بالشكل الحضاري العظيم اللي تم ده، هو نجاح لكذا حاجة. منها أن أنا هخلق طرق جديدة تستطيع أن توصلنا في المحافظات اللي ملهاش ظهير صحراوي، ويبقى السهولة واقتصار مدة الزمن من الانتقال للمنطقة المكتظة دي إلى مكان جديد ويتم تعميره على جانبيه. ماذا بالنسبة لوضيع اليد على الأرض الزراعية؟ اللي واضع يد على الارض الزراعيه وزرعها هيتم التعامل معاه لانه اصلح ارض، واللجان المختصه في وزاره الزراعه برضك هينظم هذا الموضوع. لاني انا يهمني الراجل اللي بيبني، اللي بيبني يعني ايه؟ اللي بيزرع يعني بيبني بيزرع بلده، هو الراجل استصلح ارض في مكان، بس بشرط الا يكون الاستصلاح تم في ارض مخصصه مثلا لمشروعات أو تجاريه او اصلا زراعيه يا فندم. يعني او اصلا هو لو في حته فعلا ما كانتش الارض دي مستصلحه واستصلحها، ده حقه. لكن اللي وضع يده على ارض في منطقه زراعيه بالفعل ده وضع، لا وضع يده على ارض، كلمه وضع اليد على ارض ملك الدوله، أيوة. لازم يدفع قيمتها طبعا. مش كده؟ ده مش عايزه، دي مش عايزه كلام. انا عايز اقول ان القصه قصه ان كل واحد بالقانون يأخذ حقه، وفي نفس الوقت بالقانون يحترم زي ما بقول كده خط التنظيم في المدن والمراكز والقرى برضك الكردونات. عشان كده انا بقول لك لما طلع المخطط الاستراتيجي وراه على طول بيطلع المخططات بقى التفصيلية والأحوزة داخل المحافظات، هيبتدي كل نقطة تتحط على الحروف. النهاردة
انا لو ابني هبني له بيت في الارض الزراعيه دي وعرف ان المشروع الفلاني في المحافظه الفلانيه محتاج المهنه بتاعته او التخصص بتاعه، هيجري جري ويحاول ياخد سكن في هذه المنطقه اللي فيها مصدر اكل عيشه وانه يفتح اسره. النهارده على غرار مدينه العالمين الساحل الشمالي اللي سايبينه ونستغله لمده شهرين ولا 3 أشهر كل سنه، مدينه العالمين الجديده بالفكر الجديد اللي الرئيس امر وقال لابد ان احنا نعمل حاجه تكون مستدامه الفائده، يبقى تجاريه وسياحيه واقتصاديه ويعني شغل بقى. هو ده الشغل اللي بيتعمل صح. النهارده المدن الجديده دي بتتعمل على اسس ان يبقى في سكن للناس وفي وظائف وفي تشغيل وفي عمل عشان استغلها لفتره السنه كلها وليس شهرين وثلاثه. اذا انا عايز اوصل من الحوار هنا ان زي ما انت قلتي او يعني هل نقدر هنسيب الناس اللي محتاجه سكن يعني للزمن والقدر؟ لا، ما فيش حاجه للزمن والقدر. في تخطيط، في مدن جديده، في محاور، وده اللي انا باكد عليه. انا يعني من اعجابي لان انا راجل متخصص وشغلتي ما تم من انجازات لمشروع الطرق القومي ده، انا بقول كلنا هندي تعظيم سلام للي ساهم في ان يتم أمريكا تطوير امريكا بدا بالطرق طبعا. تطوير أمريكا مش امريكا بس، اي دوله في العالم الاقتصاد في العالم الحجر الاساس بتاعه البنيه التحتيه وشبكه طرق قويه وسليمه. طب ده بالنسبه للارض الزراعيه. حضرتك الفتره الاخيره بنسمع كتير على عمارات بتنهار في محافظات كتير، بس اسكندريه دايما مش عارفه ليه بيبقى لها كده نصيب الاسد يعني. وده بيكون طبعا نتيجه ان تم مخالفه رخصه البناء وتمت عليها باكثر من دور وهذا مخالف للرخصه. الناس دي بقى حضراتكم هتعملوا ايه؟ لا طبعا احنا بنعمل اولا بيعاد صيغه القانون البناء الموحد 119 من جديد وباسلوب جديد، سواء يظبط كل ما يتعلق بالمدن الجديده وقوانين التراخيص والتعامل مع القائم المباني، وطبعا هنخصص جزء مخصوص عشان موضوع الوضع القائم للمباني القائمه. المباني القائمة هيصدر قانون جديد للتعامل مع دي بقى الحتة التانية، مخالفات المباني. أيوة. التعامل معاها مش هيكون من منطلق قبولي بالشيء الخطأ، لا، من منطلق أن الوضع القائم إذا كان مفهوش خطورة إنشائية، مفهوش اعتداء على خط التنظيم، مفهوش مخالفة لقيود الارتفاع، مفهوش يعني محافظ على سلامة المواطن، على سلامة المواطن يعني هذا، على سلامة المواطن والوطن، لأن احترام خط التنظيم واحترام للوطن واحترام يعني ايه كلمة خط تنظيم؟ عشان ما يبقاش الدنيا عشوائية، حد يخرج لمتر والتاني يخش متر، لا، في خط التنظيم والحد الفاصل ما بين المباني ونهر الطريق. أيوه ده حد معروف احترامه مهم جدا. اذا التصالح هيتم بشروط، هذه الشروط تسمح بان ثروه غير مستغله، يعني في منهم احنا الجهاز المركزي التابع للاحصاء صدمنا كلنا وجي قال انه توجد في مصر 10 مليون شقه غير مستغله. ده رقم يعني لو قلتيه لحد بيدرس اقتصاد ويعرف يعني ايه ثروه عقاريه قد يصاب بالجنون. هذا الرقم مليارات مليارات. فاحنا يعني هنا بقى هو ده التعامل مع المشاكل بفكر مفتوح ومنضبط. شوف الكلمتين، بقول فكر مفتوح ومنضبط. مفتوح يعني انا لازم استوعب القائم من مشاكل واشوف اللي لا يضر الوطن ولا المواطن اهلا بيه، هيضر الوطن او المواطن فورا يزال. خلاص يعني ما فيهاش محاباه لحد، ما فيهاش ده اصله يعرف فلان يمشي حاله والتاني ما يعرفش، لا، مبادئ. واحنا حتى في مواد القانون
يعني طبعا لجنة الإسكان زاخرة بالخبرات الكافية، وطبعا كل القوانين بتتراجع في اللجنة التشريعية والدستورية. يعني عايز أقول إيه، القانون بيطلع متكامل. عشان كده قانون البناء الموحد احنا بقالنا يعني نص الدورة اللي فاتت كنا شغالين فيه عليه. وإن شاء الله في بداية هذه الدورة يكون جاهز للصدور. حضرتك يعني غالبا اللي بتكون عمارته تصلح للتعلية وعلى بدون ما يأخذ الترخيص، بيكون نتيجة انه حاول اكيد بيكون حاول كتير جدا انه يمشي بالطريق الرسمي والروتين والطلبات الله اعلم ايه يعني. خلينا اقولها لك بصراحة، يعني قولها في حضرتك ناس بقى. كانت بشايفة بدل التعذيب اللي بتشوفه من وراء ما يروه في الادارات الهندسية وطلب الامور الغير سوية، عشان نخلي كلامنا منضبط شوية، كان بيضطر الى انه يبني، يقول لك بقى وبعدين ابقى اما المخالفة تجيلي يحلني. أيوة. لكن هتقولي طب دول هنعمل معاهم ايه؟ زي ما قلت لك، اذا كانت التعلية دي في حدود المسموح بقيود الارتفاع اللي هيحصل ليها تعديل ونسب افضل، اذا كانت في حدود القيود الارتفاع، اذا كان المنشأ يتحمل هذه التعلية وما يبقاش مصدر خطر على بقية أيوة. العقار، واذا كان هذا المنشأ زي ما قلت لك مرتبط بخط تنظيم ما يكونش مبني على ارض دولة، اذا كان الامور الضوابط اللي احنا حطيناها في القانون، انا شايف انه لا مشكلة في ان انا اعمل نوع من التصالح، هدخل هذه المبالغ تدخل فورا لمصلحة عمل مرافق او تحسين مرافق او صيانة مرافق او دعم مشروعات كثيرة تحتاج الى الدعم في الاسكان. لكن لو ما فيش الكلام ده منطبق يبقى الازالة وجوبية وفورية. طيب حضرتك لما بتيجي عمارة بيوضع الاساس بتاعها، بتبتدي على بناء على هذه الاساسات بيتقال انها مسموح ليها انها تطلع بكذا طابق، في تصميم موجود وبيعتمد وبيراجع الاساسات وده مظبوط كده، وابحاث تربه واساساته. بيجي صاحب العماره قادر ان هو يبني مثلا دلوقتي 4 ادوار، تمام، بس هو اصلا الاساس بتاعه زي ما مكتوب في التصميمات ممكن يبني 8 ادوار. هل هنا بيعوز تاني يلف على ورق تاني عشان يعلي؟ لا، هو المفروض لو صمم البيت على 8 ادوار مثلا يبقى بيقدم الرسومات الإنشائية والمعمارية على 8 ادوار، وبياخد ترخيص ان العقار ده اقصى ارتفاع ليه سي 8 ادوار. ما هو بيحصل ايه يا فندم؟ ان هو بيدفع كتير في الترخيص لانه على 8 ادوار. لا هريحك، انا هقول لك على حاجه حضرتك فاهم، انا قصدي انا اللي اقصده ايه، ان هو معهوش النهارده يدفع ل8 ادوار، ما يجراش. لكن الاساس اللي بيحصل عندنا ايه يا فندم؟ ان هو بيبني الاربعه ممكن ياخد يدفع قليل يدفع. يجي بقى عشان ياخد دورين زياده ما يقدرش ياخد الورق. لا ياخد، بصي القانون الجديد، ما هو ده اللي احنا انا بقى ده اللي عايز اسمعه، القانون 119 او القانون الموحد للبناء طبعا هينظم هذه العمليه. ده فيه بقى خبر اكيد الناس سمعته كتير. اتفضل. احنا موضوع ان الاداره الهندسيه هي اللي تبقى مسؤوله عن الرسومات وعن البدا، الكلام ده خلاص هيكون في خبر كان دلوقتي. المكاتب الاستشاريه على مستوى الاحياء، مكاتب استشاريه هي اللي هتتولى عمل الرسم وكتابه عقود الاشراف عشان ما يحصلش الكوارث اللي انت بتشوفيها واللي قلت عليها. هو العمارات ليه بتقولي اشمعنى اسكندريه اللي فيها عقارات بتوعك؟ عارفه ليه؟ احد اسبابها ايه؟ ان المخالف عايز يشتغل باسرع ما يمكن عشان يخلص البيت وما دام وقف وسكن ما حد، هو فاهم بقى انه ما حدش هيقرب قبل ما حد يمسكه. فبيحصل ايه؟ دائما الاعقار وانشاء العقار يجب ان يمر بخطوات مظبوطه، ويتم استلام الاعمال وحديد التسليع وازاي قصه مش سهله. فاللي بيحصل ان العشوائيه في الشغل اوام بيؤدي الى وجود اخطاء انشائيه اثناء التنفيذ، او استخدام مواد بناء غير مطابقه او هي اللي بتؤدي الى الكارثه. عشان كده احنا قلنا هنفصل تعامل المواطن عشان ما يتضايقش من الاداره الهندسيه، الاداره الهندسيه هيبقى شغلتها ان تتاكد صلاحيه الموقع للبناء عليه، دي حاجه بقى ما فيهاش هزار. نمره 2 ان تتاكد ان المنشا الذي تم الترخيص به تم تنفيذه
مطابق لخط التنظيم وقيود الارتفاع. أما التنفيذ نفسه أصبح والرسومات نفسها واعتماد الرسومات، كل ما يخص الرسومات ده المكاتب الخاصة أو الاستشارية الخاصة هي هتبقى مسؤولة عنه. وفي النهاية لما يخلص المنشأ هياخد شهادة صلاحية. حضرتك تنتظر إمتى صدور القانون؟ أعتقد ده يعني لن يزيد شهر بعد دور الانعقاد بتاعنا من تاريخه، يعني أكتوبر أو الأكتوبر، يعني على نص نوفمبر بالكتير لازم يكون القانون قد صدر. واللائحة التنفيذية؟ اللائحة التنفيذية القوانين اللي زي دي المفروض اللائحة التنفيذية بتاعتها بتصدر معاها. أيوة. ووزارة الإسكان وفي المهندسة اللي يعني صراحة اللي بتيجي معانا وهي ماسكة هذا الموضوع إنسانة محترمة جدا المهندسة نفيسة، أعتقد إن هي مجهزة العناصر الأساسية في اللائحة التنفيذية، لأن بيقولوا كده أو مش بيقولوا ده الواقع، اللائحة التنفيذية إما نعيم يؤدي إلى تنفيذ القانون صح أو شيطان يؤدي إلى تكبيل القانون وعدم تنفيذه صح. أو في الأمور اللي تخص بلد وتخص موضوعاتنا مفيش هزار، لابد أن يكون اللائحة التنفيذية جيدة ومطابقة لفلسفة ونص القانون. أشكرك يا فندم، ده أملنا كلنا. الله. الدكتور مهندس إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان مجلس النواب، شرفتنا يا فندم. الله يخليك. هنا وصلنا لآخر حلقتنا، تصبحوا على ألف خير وهنا، وأشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.